ولن تتأتى هذه الأهداف حتما إلا بالتحلي بالغيرة الصادقة على المصلحة العامة ونكران الذات والتمسك بالثوابت الوطنية والفضائل الكونية والتفاني في أداء الواجب المهني والإنصات والقرب من جموع المواطنات والمواطنين. وفي هذا الصدد أدعوكم إلى أولا تبني سياسة القرب والسهر الدائم على الرعاية المثلى والتدبير الناجح لشؤون رعاية صاحب جلالة بهذه الربوع الطيبة من المملكة الشريفة، وأن يكون نساء ورجال السلطة متشبعين بروح وفلسفة سياسة القرب التي سنها صاحب جلالة نصره الله، وذلك بفتح أبواب مكاتبكم في وجه عموم المواطنات والمواطنين والإنصات إلى مطالبهم والاطلاع على أحوال الساكنة والإلمام بانشغالاتها والإشكاليات المطروحة أمامها قصد السهر على ابتكار الحلول الملائمة لها بتنسيق مع المصالح المعنية وفقا لما هو متاح قانونا. ثانيا إلى العناية الفائقة لمعضلة ندرة المياه، حيث تمثل عقلنة وترشيد استغلال الموارد المائية المتوفرة والمحافظة عليها واستدامتها رهانا كبيرا في سياق الجهود المبذولة على مختلف المستويات لمواصلة العمل على تعميم تزويد الوسط القروي بالماء الصالح للشرب وتنزيل برامج مسطرة تنمية العرض المائي والتحكم في الطلب عليه وتثمينه. ثالثا العمل على مراقبة أوراش البناء المفتوحة وتتبع مدى احترامها للقوانين والقرارات الصادرة بشأنها وتفعيل المراقبة الصارمة لميدان البناء ومحاربة البناء العشوائي والضرب بقوة على أيدي المخالفين من خلال تفعيل أنجى لمقتضيات القانون رقم 66/12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء لما لهذه الأخيرة من عواقب وانعكاسات سلبية على مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية. رابعا السعي الدائم إلى القضاء على ظاهرة الاحتلال العشوائي للملك العمومي بكل مظاهره والتصدي الحازم لكل ما يعيق سلاسة الحركية والجولة. خامسا السهر المستديم على الارتقاء بجمالية الوسطين الحضري والقروي بتفعيل القرارات الإدارية الصادرة بهذا الخصوص مع مكافحة مختلف الآفات الاجتماعية التي من شأنها أن تؤثر سلبا عليها كظاهرة المتشردين والمتسكعين وأطفال الشوارع وغيرها. سادسا تكثيف الاهتمام بميدان النظافة بالوسطين الحضري والقروي مع التركيز على التحلي بالصرامة والحزم وعدم السماح بتواجد النقط السوداء كالمطارح العشوائية ومكافحة كل ما يخلف الأوساخ والملوثات. سابعا العمل على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التسيير العقلاني للمرابط العمومية والحرص الصارم على ضمان احترام المقتضيات القانونية والمسطرية والإدارية وسائر الشروط اللازمة لهذا الغرض. ثامنا العمل على ضمان المواكبة المستمرة للأوراش المفتوحة ومسايرة الدينامية التي تعرفها هذه الأمانة والاستثمارات العمومية والخاصة في إطار المقاربة التنموية التي ترتكز على المجال في تنزيلها مع إلى العناية اللازمة للبرامج المندرجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإضافة إلى القيام بالتشخيص المجالي الدقيق والحرص على تحيينه باستمرار والوقوف الحازم على الإنجاز الميداني للمشاريع المبرمجة في هذا الإطار. تاسعا الالتزام الدائم بروح المسؤولية والشفافية والنزاهة والحرص على ترسيخ دولة الحق والقانون والمساواة بين المواطنين.